بمهضمة عثمانية بغدر. نعم. وعبد الكريم اشنقوه على جسر الموصل. صفوف من الفرس سقطوا أطراف العراق ووصلوا إلى خان بني سعد. تحرك صفوف عليهم وكان يدعم محمد علي والي مصر وإبراهيم والي الشام. وكان عنده مستشارين مصريين آنذاك يدربون شمال. ورد الفرس لحد ما وصل إلى ديالة، ومعارك دارت أكثر من 3 سنوات، وبعدين صابهم مرض الطاعون وقتل علي شاه هذا المعركة. وانتصرت الفضل لله شمر وفكوا العراق من المد الفارس. بعد ذلك زعم ياخذ بغداد أو بعد أطماع تركيا كانت بالعراق وتحارب معها لحد ما خلوا عنده فصيل من الأتراك منشقين، وظلوا أكثر من كذا سنة تالي هذولا يخططون إلى فرصة ليقتالوا. لما صاروا قريبين منهم اغتالوا وصلوا. بعدين ثار عليهم عبد الكريم، وصل إلى مارديل إلى عرها، وخذ أكثر من 250 قرية مع مدينة مع لحد ما وصل لها. وهم خططوا له وجاء إلى جنوب العراق وانعزم عند أحد المشايخ، وثاري جاي سريع من الأتراك وألقوا القبض على عبد الكريم وأعدم عبد